تتضاعف مجزرة البنوك باتجاه الأسرى الفلسطينيين من خلال قطع رواتب أهل القدس، بالإضافة الآن إلى قطع رواتب أسرى داخل الضفة الغربية. كان هناك حديث عن لقاءات مكوكية تجري ما بين جمعيات البنوك وزارة المالية، بالإضافة إلى شخصيات تحركت. هل بات راتب الأسير الفلسطيني فعلا ملاحقا، وهل هناك خطورة على وصول رواتب الأسر؟ هو ملاحق منذ وقت طويل، يعني نتنياهو والإدارة الأمريكية التي تبنت الرواية الإسرائيلية تماما وبعض الجهات الدولية الأخرى، هذا الموضوع مستهدف، ولذلك يعني توج هذا الاستهداف بالأمر العسكري الإسرائيلي الذي كان يجب أن يواجه على قاعدة قراءته كما هو. هي إسرائيل تعيد بسط سيطرتها العسكرية على المناطق ألف وتسحق عمليا الاتفاق السياسي، بالتالي المشكلة الآن لا ينبغي أن تكون بين البنوك والأسرى أو بين الأسرى والسلطة، يفترض أن نشكل جبهة واحدة في مواجهة الأمر العسكري الإسرائيلي، وعلى البنوك وصولا لهذا الموقف الوطني أن تحترم مكان وجودها، جهة الترخيص التي رخصتها، أن تحترم فلسطينيتها، بمعنى يعني عدم إدارة الظهر للأسرى الذين ناضلوا فقامت سلطة فصار لدينا نظاما مصرفيا، لم يكن هذا لولا نضالات الشهداء ونضالات الأسرى، أو على هذه القاعدة يفترض أن تتصرف البنوك. هذا الملف إلى أين؟ هذا الملف أنا بتقديري دائما أي قضية تخضع لدراسة عميقة، توضع حلول جذرية، توضع حلول جذرية وليست ترقعية وليست فنية، يستطيع الشعب الفلسطيني أن يصمد. وإسرائيل عمليا تغير قوانينها يعني بشكل متتابع ومتتالي، ولا قلق من أنه إسرائيل تعتبر هذا الموضوع موضوعا مبدئيا ستدخل في حرب معنا على هذا الموضوع. هذه قضية جوهرية، وبالتالي مطلوب بلورة موقف وطني موحد.